الأولمبية ما كاش اللي يشارك باش يشارك، كامل الرياضيين يشاركوا باش يجيبوا ميدالية، وهذه الألعاب الأولمبية راهي راح تكون صعيبة لأنه ما فيهاش كوفيد مثل الألعاب الأولمبية طوكيو، جميع الرياضيين يجوا باش يدوا الميدالية، كذلك حنا إن شاء الله رانا نوجدوا رانا نحضروا، ربي إن شاء الله يكون معانا ونفرحوا إن شاء الله هذا الشعب. الناس كامل تشوفوا ضغط عامل ضغط للرياضيين، ولكن هذا الشيء اللي يبين انه الدوله الجزائريه راهي تخمم في ليزاتليت، راهي تخمم في الرياضيين، وتخمم حتى في الميداليات الاولمبيه، بلا ما ننسى انه الالعاب الاولمبيه راهي في باريس، لذا شغل الدوله على الدوله راهي بكل جوارحها من اجل الميداليه في باريس. دونك احنا ان شاء الله هذا الشيء انا ليا نشوفوا ما على باليش للرياضيين آخرين، ولكن أنا نشوفوا عامل تحفيز لأنه كامل الناس راهي وراء الألعاب الأولمبية، باش هذا الشيء اللي يخليني نزيد نخدم ونزيد نرفع الوتيرة تاعي تاع التحضيرات ونكون في أحسن أحوال في الألعاب الأولمبية. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.